سؤال. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في حلقة أخرى ورحلة أخرى من برنامج العالم سؤال. بالتأكيد أسبوع جديد نكتشف فيه الجديد رفقة فريقينا رحالة والجوالة. إليكم فريقنا الأول. تأشيرة وسؤال سرعة، الأسرع في الضغط على زر لدي الأحقية في الإجابة، وإجابة صحيحة تعني أخذ التأشيرة والانطلاق في هذه الرحلة إن شاء الله على بركة الله. ننطلق مع السؤال، والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية في ألمانيا؟ نعم اليورو. نعم، التأشيرة معكم فريق الجوالة. ننطلق مع فريق الجوالة في هذه الرحلة والمرحلة الأولى، ذاكرة الصورة. ذاكرة الصورة محطتنا الأولى والانطلاق. نعم، إذا اللعبة بسيطة جدا على شاشتي اللمس الموجودة أمامكما، هنالك ستة أرقام، كل رقم هنالك صورة والأسئلة ستكون عن هذه الصور. سننطلق مع فريق الجوالة ولتنطلق المرحلة الأولى. الثانية في هذه الرحلة، بطاقة بريدية على شاشتي لمس دائما، 12 صورة، صورتان لتموين وعشر صور متوافقة مع كل بلد، صورتان متوافقتان مع كل بلد، دقيقة واحدة لنقل الصور إلى بلدانها المناسبة. أعتقد المرحلة واضحة، حفظتموها، وأتمنى لكم حظا موفقا لتنطلق الجولة الثانية ولينطلق العداد. الدول الخمس هي البرازيل، ألمانيا، الأوروغواي، إيطاليا وفرنسا. تركيز واجب، صور أعلام، صور رياضيين، أدباء، علماء، فنانين. ثلاثة، اثنان، واحد، انتهى الوقت. سبع نقاط لفريق الجوالة وعشر نقاط كاملة لفريق الرحالة. ومجموع هذه المرحلة 10 نقاط للجوالة و12 نقطة للرحالة. انقلبت النتيجة في المرحلة الثانية، وهذا الجميل في هذه الرحلة. فريق الرحالة، كيف كانت الرحلة؟ ممتعة. جيد. السؤال هو: منذ أي سنة أصبحت برازيليا عاصمة البرازيل؟ 1960. 1960 إجابة صحيحة. نعم، نقطة أخرى. دوركم فريق الجوالة. السؤال هو: ما اسم عاصمة البرازيل السابقة؟ نعم، الجواب هو، بسرعة انتهى الوقت، سانت باولو. إجابة خاطئة. ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو، نقطة أخرى. ثنائي أم رباعي، مرحلة عليكم أن تستخدموها يا فريق الجوالة إذا كنتم تودون استرجاع النقاط الثلاث. لتنطلق الجولة الرابعة. ننطلق معكم فريق الجوالة، تركيز تام. السؤال هو: تطل ألمانيا على بحر الشمالي و ثنائي أم رباعي؟ رباعي. ألمانيا تطل على بحر الشمالي ورباعي، البحر الأسود، بحر البلطيق، بحر قزوين أم بحر إيجه؟ بيكال. كال. بيكال. بيكال هي بحيرة جليدية في لومبارديا بإيطاليا، وهي بحيرة كومو. نعم، إجابة خاطئة، لكن النتيجة في هذه المرحلة تبقى لصالح فريق الرحالة. 14 نقطة لفريق الجوالة و17 نقطة لفريق الرحالة. ثلاث نقاط كفارق دائماً.
لكن المرحلة القادمة قد تقلب النتيجة. الجولة الأخيرة، الجولة الخامسة. من أي جهة تطل الأوروغواي على المحيط الأطلسي؟ نعم، جهة الشمال. من جهة الشمال، إجابة خاطئة. من أي جهة؟ من الشرق. من الشرق، من الشرق. إجابة نهائية. نعم، من الشرق. نقطة لفريق الجوال. في أي بلد يقع قصر فرساي؟ قصر فرساي يقع في فرنسا. يقع في فرنسا، ونقطتان لفريق الرحالة. وبهذا تنتهي المرحلة الخامسة والأخيرة لكي تبرهن بأن فريق الرحالة كان الأسرع وكان الأجدر. 15 نقطة لفريق الجوالة، 21 نقطة لفريق الرحالة. نهاية رحلة اليوم من العالم سؤال، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. استمتعنا كثيرا، كان الفريقان مميزان جدا واستمتعنا معهما بالرحلة. شكرا لكم على حضوركم وهنيئا لكم بالجوائز. بالتأكيد أنتم أيضا مشاهدين، إذا كنتم تودون المشاركة معنا في سؤال الموقع فقد زرنا في هذه الحلقة 5 بلدان، وهي البرازيل، ألمانيا، الأوروغواي، إيطاليا وفرنسا. برأيكم ما هو القاسم المشترك بين هذه البلدان الخمس؟ موقعنا هو jcctv.net. نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة. إلى اللقاء.